بس تعالى تعالى يوم الاثنين الساعة 7 على استاد القاهرة، مباراة الاهلي والزمالك. حاب اقول لك يا عزيز الزملكاوي ان انت لو ما كسبتنيش يوم الاثنين مش هتشوف مكسب تاني، والله ما هتشوف مكسب تاني. هتقول لي انت واثق ليه كده يا عم وانت فيه؟ هقول لك عندي غيابات كتير، عندي غيابات كتير من الاساسيين. يعني انت لو ما كسبتنيش في الغيابات دي مش هتكسبني تاني. تعالى اقول لك الغيابات اللي عندي في حراسة المرمى محمد الشناوي. بس كده لا، تعالى ده انا هديك اساسيين كتير. عندك في الدفاع ياسر ابراهيم، عندك في خط النص بقى يا معلم ده بتاع النادي الاهلي امام عاشور وولي ديانج ومروان عطيه. ولحد الان في شكوك ان مروان عطيه يلعب ولا ما يلعبش، ربنا يستر بقى وان شاء الله مروان عطيه يلعب. تعالى بقى خش بقى في الهجوم، عندك حسين الشحات اللي بيبهدلك، بيرسي تاو اللي انت بتخاف منه. تعالى اقول لك بقى ارقام النادي الاهلي مع كولر مع الزمالك. كولر لعب مع الزمالك 4 مباريات، جاب كام هدف في الزمالك؟ جاب 11 هدف في الزمالك. يعني يا رب الزمالك واخد على عينه من كولر، 3 و4 يا معلم، والزمالك جاب في الاهلي هدف واحد. وتعالى اقول لك كمان اخر 10 مباريات بين الاهلي والزمالك كانت عامله ازاي. والله العظيم انت كزملكاوي صعبان عليا، والله العظيم صعبان عليا في المواجهات دي. النادي الاهلي لعب مع الزمالك 10 مباريات، ايوه 10 مباريات. النادي الاهلي كسب بقى كام مباراه؟ 7 مباريات. 7 مباريات، يعني انت ما كسبتنيش الا مباراه واحده في العشر مباريات، وتعادلت معاه 2. يا اخي حس على دمك بقى يا اخي وكسبني. هتكسبني امتى؟ عندي 7 لعيبه ولا 8 لعيبه من الاساسيين مصابين، انت بقى هتكسبني امتى؟ ها؟ لو جبت لك الناشئين اللي عندي مش هتكسبهم برضه. مش هتكسبهم، اسمع مني. عارف ليه؟ لان انت فريق ضعيف. فريق اول ما بتشوف التيشيرت الاحمر بتخاف منه، اي حد لابس التيشيرت الاحمر بتخاف منه. فمش هتكسبني يا معلم، حته المكسب دي انساها. انما يوم الاثنين دي احسن مباراه تكسبني فيها. انت طالع من مكسب 3-0، وكمان انا طالع من مكسب بالعافيه 1-0 وكان مستواي زي الزفت، وجماهير نادي الزمالك بقى كسبت 3-0 كانها كسبت كاس العالم للانديه. حي حي دور الاهلي جاي. انا بحب الهتاف ده، خلي بالك، والله العظيم بحب الهتاف، لان الهتاف ده بيسخن لعيبه النادي الاهلي على لعيبه نادي الزمالك. يعني شويه وهتلاقي لعيبه النادي الاهلي اللي هي مستواها كان زي الزفت في مباراه زفت هتيجي تمسكك تحط عليك في مباراه القمه. فاهد يا معلم كده على نفسك، عشان النادي الاهلي لو شافك هيمرجحك، وانت متعود على المرجحه دي. كولر ماسكك مرجحك كذا مره، وايه واخد 3 و4 وايه يا معلم في ايه؟ اهدى كده بقى على نفسك، ونصيحه مني لو ما كسبتش المباراه اللي جايه اللي هي بتاعت يوم الاثنين دي مش هتكسب تاني ومش هتشوف مكسب، فياريت تكسبني بقى. عشان كده كتير منظرنا بقى وحش قدام الناس كلها. نادي الاهلي لعب 10 مباريات كسبان منهم 7 ومتعادل معاك 2 وانت كسبان 1، انت عايز ايه تاني يا جدع؟ يا جدع بطلها، يا جدع بطلها بس كده. يلا سلام.